نفتح بقى الافتر افكت ونضغط دبل كليك في البروجكت ويندو ونخش علشان نجيب الملف اللي احنا سيفناه من السينما 4D. دبل كليك الملف ده هنلاقي اسمه cam.aec او حسب ما انت سميت. المهم ان هو امتداده aec. aec دي امتداد افتر افكت كومبوزيشن. هنضغط عليها ضغطة واحدة ونعمل open. هيفتح لي في السينما 4D هنا كومبوزيشن. الكومبوزيشن دي زي ما احنا شايفين لو عملنا دبل كليك هتنزل بالشكل ده. بس هي لو نزلت بالشكل ده ترجع تاني للسينما 4D وتسيف ملف الـ AEC لان هو كده ما حفظوش بشكل كويس. تمام، نفتح السينما وهنرجع نفتح الملف تاني جوه السينما ونحفظ ملف الـ AEC يدويا عشان نضمن ان هو حفظه بطريقة كويسة. نشيل بس دول ونعمل نيو بروجكت ونفتح اوبن. نفتح اتنين ده ونروح على رندر سيتنجز سيف ونقول له كومبوزيشن سيف بروجكت فايل. تمام، ونعمل له سيف اسمه 2.exe. انا فتحت ده غلط برضو مستغرب لقيت مساحته بتاع 4 كيلو فصغيره قوي. دبل كليك هنا ونفتح او نمسك 2.exe ونعمل له اوبن. كده فتحه، فتح هنا 2. لو انت خدت بالك هتلاقي هنا كومبوزيشن فيها سينما 4D وعندي سبيشال باسز. تمام، اللي هو cam.movie وعندي الباس وعندي اوبجكت بفر 1 اوبجكت بفر 2 بتاع الكلمه اوبجكت بفر 3. تمام، هفتح الكومبوزيشن دبل كليك. دي بتاعه الشادو، هاخد تحتها بتاعه الكاميرا او الموف الاصلي. ولو انا جيت مشيت او عملت زيرو من لوحة المفاتيح هلاقي زي ما احنا شايفين الشادو تمام مرمي فعلا على الصورة، وده بفعل الكاميرا بروجكشن. طب ايه فايدة ان انا عالجت ملفات السبيشال باصز زي الشادو وزي الاوبجكت بافر 1 و2 و3 والكلام ده كله. شادو مثلا وليكن افرض انت عايز انك انت تخف الاوباسيتي بتاعت الشادو دي شوية، هتضغط تي واقدر ان انا اخف الاوباسيتي بتاعت الشادو زي ما انا عايز. مش عايز شادو خالص في السين هشيلها، خلاص بقت بالشكل ده كده. يعني فايدة فصل القنوات، وممكن تعمل هنا الشادو اوفرلاي خلاص، وده من ضمن فوائد فصل قنوات اللون من جوه السينما 4D لحاجة مثلا زي الشكل اللي احنا شايفينه ده كده. ممكن كمان اقلل الشادو او ازوده يعني زي ما انت تحب بالمنظر ده كده. طيب عندي بعد كده لو ضغطنا دبل كليك هنا، مش فاكر دي، لا دي مفيهاش حاجة. لو خدنا بعد كده مثلا حاجة زي الاوبجكت بافر 1، ده تقريبا كان للطريق اللي تحت ده، واوبجكت 2 ده لو ضغطنا عليه دبل كليك ده زي ما انتم شايفين كان للكلمة. تمام، واوبجكت 3 تمام ده برضو كان للكلمة. طيب فايدتهم، ده فايدته لو انت مثلا عايز تعمل color correct على الكلمة بس بغض النظر عن بقية الكمبوزيشن. في الحالة دي بتقوم جاي مثلا يعني هنعمل layer new adjustment layer. اخد الادجستمنت دي تحت كده خلاص،
ومثلا هحط على الادجستمنت دي وليكن كيرفز، دبل كليك على الكيرفز. بص يا سيدي، لو انت عملت كده الصوره كلها الوانها فتحت، لكن افرض انت عايز تشتغل على الكلمه بس او على الطريق بس. في الحاله دي بتنفعك او بينفعك بقى موضوع الاوبجكت بافر. لو انا خدت الكلمه دي ورحت منزلها تحت الادجستمنت لاير ورحت جاي على التراك مات وعملتها الفا تراك مات، متاسف لوما تراك مات، بس هنعمل كنترول زد تمام ونخليها فوق الادجستمنت لاير ونخلي الادجستمنت لاير هي اللي لوما تراك مات. في الحالة دي لو انت رحت للكيرفس وقللته، شغلك بقى مين؟ بقى فين؟ على التكست فقط. يعني تقدر ان انت تشتغل على التكست بس بغض النظر عن بقية الصورة، وده فرق او بسبب موضوع الاوبجكت بافر، ان هو استخدم الالفا مات للتكست او الالفا تشانل للتكست وعملها لي الادجستمنت لير. تقدر تحط زي ما انت عايز، تقدر ترفع الكلمة، تقدر مثلا ان انت تعيد او تلونها اكتر، يعني تقدر تعمل فيها اللي انت عايزه زي color correction او زي انك انت تعمل عليها اي حاجة تانية. في عندي بعد كده اللي هو ممكن ان انا مثلا يعني اروح للاير نيو سوليد واخد لون السوليد من هنا مثلا واسمي دي رود ماسك واضغط اوكي. اجي لي الاليبس تول وارسم ماسك مي من بره الروت كده واضغط MM واظبط الفيدر بتاعي بالمنظر ده واخلي ترانسفير مود بتاعها بقت كده مثلا. يبقى انت عملت زي ما يكون في نور برضو جاي من الجنب مرمي على التكست تمام. ممكن برضو انك انت تعمل كرر كوريكت مثلا للشارع اللي تحت دوت برضو، بس المرة دي بقى هنعمل adjustment layer تانية تمام. هنروح ل layer new adjustment layer ونزلها تحت تمام، وبعد كده اقوم رايح لل object buffer رقم واحد ونزلها فوقه خلاص. هسمي دي مثلا واضغط انتر واسميها رود كوركشن وبرضو اخدها كلومامات للطريق. اقدر بقى على الرود كوركشن دي تمام ان انا برضو احط حاجة زي كيرفز واسحب شوية من الكونترست بتاعها، وممكن ان احنا نحط عليها مثلا ممكن نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه ممكن نحط عليها ليفلز و ممكن افتح الطريق شوية كده لان هنا انا عامل نور وهنا برضو انا عامل نور، فمش عايز اخسر النور طبعا، استحالة انه هيبقى مضلم بالمنظر. وزي ما انت شايفين بقى الظل معمول يعني مظبوط جدا، سواء الحروف على بعضها او الظل على الشارع نفسه او حتى على الماسك اللي انت عامله جوه الافتر افكت تمام بالمنظر دوت كده. لو احنا جينا بقى رجعنا للفول ريزوليوشن وجينا عملنا زيرو عملنا ريندر عشان نشوف الوضع او الشكل النهائي
هنلاقيه بالشكل اللي احنا شفناه ده. طبعا الاستفادة من التقنية دي في حاجات كتيرة قوي، ومش فيديو بس، ممكن فيديو وممكن صورة وممكن اي حاجة. طبعا انا شرحت مجرد مثال على التقنية من السينما 4D للافتر افكت، لكن طبعا في استخدامات كتيرة جدا للبرنامجين مع بعضه. كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض في درس خاص لموقع طريق الجرافيك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.